بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين الطيبين وصحابته أجمعين. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج دروب الهدى، والتي نتحدث فيها عن استقبال رمضان الكريم وكيف نستغل هذا الموسم الفاضل في العبادة والصيام والقيام وأعمال البر المختلفة، وكيف نغتنم ما بقي لنا من شهر شعبان. معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الله بن الصبار، إمام جامع التقوى بتمر غزينة. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك في البداية. أهلا وسهلا. أذكر السادة المشاهدين أنه بإمكانهم الاتصال على البرنامج لطرح أسئلتهم واستشكالاتهم عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة. فضيلة الشيخ، كيف نستغل أو نستعد لشهر رمضان الكريم تربويا ونفسيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فضل بعض خلقه على بعض، فضل بعض الأزمنة على بعض، وفضل بعض البشرية على بعض، فضل الأنبياء على غيرهم واختارهم على غيرهم، وفضل بعض الأمكنة على بعض، ففضل مكة على غيرها من البلاد، غيرها من البلاد التي ذكرت في كتاب الله تعالى كالمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومدينته. ومن الأزمنة التي فضل الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه، آمين. وهو شهر حقيقة فرض الله تعالى صيامه على المؤمنين، وسن لهم رسوله صلى الله عليه وسلم قيامه، وهو شهر فاضل جعله الله تعالى ظرفا زمانيا لنزول القرآن، فضله على غيره بكثير من الأشياء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، مما يدل على أهميته. وكان السلف الصالح يسألون الله تعالى أن يبلغهم رمضان في 6 أشهر قبله، بمعنى أنهم كانوا يهتمون به كثيرا ويجعلونه موسما، موسم الربيع بالنسبة للقلوب وبالنسبة للعبادة، ففيه تضاعف الأعمال، فيه تصفد الشياطين. فينبغي للإنسان المؤمن أولا أن يعد له العدة المادية والنفسية، وهذه العدة تشمل أمور مادية، أي أن يجهز الإنسان أمورا مادية تتعلق بترتيب أموره حتى يتفرغ للعبادة. كثير من الناس تفوت عليه هذه الفرصة في أمور دنيوية يمكنه أن يسويها خارج هذا الشهر المبارك وخارج هذا الزمان الذي تضاعف فيه الأعمال، فتفوت عليه الفرصة في أمور أرباح دنيوية تافهة سيخرج عنها يوما من الأيام وتبقى وراءه ليقتسمها الورثة، ربما لا يستحضرون أن يرحموا عليه، وإذا رحموا عليه فذلك طبعا يصله كما هو ثابت. المهم أنه ينبغي أن لا يشغل نفسه بأمور زائلة، بل في هذا الوقت الكبير العظيم الفاضل ينبغي أن يحرص على أن لا يكون مغبونا فيه، بل يكون من أولئك الذين يتنافسون فيه في أعمال الخير. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقترب رمضان نادى أصحابه ووعظهم وهيئهم لهذه الفرصة العظيمة، مما يدل على أهميته. كان يقول لهم: أظلكم شهر رمضان، شهر فيه تضاعف الحسنات، تكفر السيئات، شهر فرض الله عليكم صيامه فصوموه، شهر تغل فيه مردة الشياطين. يذكر لهم هذه الخصائص التي خص الله تعالى بهذا الشهر: تفتح فيه أبواب السماء، تغلق فيه أبواب النار، ينادي مناد من قبل الله تعالى: يا باغي الخير أقبل. فلا ينبغي للإنسان أبدا أن يفرط في هذا النداء النبوي وهذا النداء الإلهي، ينادي مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل. فينبغي لنا ونحن في هذا الظرف الزماني المقترب منه أن نسأل الله أن يبلغ رمضان، فتلهج ألسنتنا ليلا ونهارا أن نبلغ هذا الشهر، لعلنا أن نعمل فيه عملا مضاعفا أو نصل فيه إلى درجات معينة، لأنه كما تعرف يتضمن ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وهذا سنتطرق إليه إن شاء الله في بقية البرنامج إذا وصلنا إلى بعض الخصائص المتعلقة برمضان. نعم، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله سنحاول من خلال هذه الحلقة أن نتحدث عن برنامج عملي لاغتنام هذا الشهر الكريم. أذكر السادة المشاهدين أن في هذه الحلقة نناقش كيف نستفيد وكيف نستقبل شهر رمضان، وكيف نضع برنامجا عمليا لاغتنام هذا الشهر الكريم. بإمكانهم أن يتصلوا على البرنامج لطرح أسئلتهم واستشكالاتهم على الشيخ عبد الله
فضيلة الشيخ عبد الله بن الصبار إمام أشمع التقوى بتفرق زينة. فضيلة الشيخ، كيف نغتنم ما تبقى لنا من شهر شعبان، انطلاقا من المقولة بأن حفظ الموجود أولى من طلب المفقود؟ وعلى كل حال، كل ما هو قادم آت إن شاء الله. صلى الله سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان. الإنسان ينبغي أن يعلم أنه لا يدري متى يموت ولا يدري متى ينتهي عمره، فينبغي أن يغتنم لحظته التي هو فيها مع استشراف المستقبل، وهذا أمر محمود، أن يدعو الله تعالى أن يبلغه رمضان حتى يصل إلى تلك العبادات العظيمة في رمضان من صيام وقيام وغير ذلك. لكن مع ذلك ينبغي أن لا يضيع أي وقت من عمره مهما كان ذلك، خاصة هذا الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر يكثر من الصوم، مع أن قضية يوم أو يومين قبل رمضان فيها نصوص خاصة، خاصة اليوم الذي قبل منهي رمضان منهي عنه لا تقدموا رمضان بصيام. لكن ينبغي الإنسان أن يستغل وقته ويعلم أن عمره يتألف من هذه اللحظات والساعات والأيام والأشهر، فلا ينبغي أن يفرط في لحظة من لحظات عمره، بل كل يوم تغيب شمس ينقص فيه أجل الإنسان، يقترب فيه الإنسان من قبره، يبتعد عن العمل، فينبغي أن يشغل وقته بطاعة الله تعالى، وكما أشرت بالتحضير أيضا لهذا الموسم العظيم، بأن يحضر له ماديا، بأن يعد العدة اللازمة لصيامه حتى يستعين على طاعة الله تعالى بما آتاه الله من وسائل، سواء وسائل مادية أو حتى يحضر نفسه من الناحية النفسية أيضا لبرنامج عملي في رمضان، يمكن أن يدخل في رمضان وغير مرتبك. كثير من الناس يأتيه رمضان فيباغته، فتضيع عليه الأيام الأولى ويضيع عليه وقت كبير من رمضان وهو وقت ثمين، لأنه لم يخطط له قبل أن يدخل فيه، فهذه مرحلة التخطيط له ومرحلة الاستعداد له، فينبغي أن نسارع لذلك ونبادر إليه. نعم. فضيلة الشيخ، على ذكر الاستعداد لشهر رمضان، دائما الإنسان مثقل في بالذنوب وبالانشغالات الكثيرة التي تشغله عن العبادة وتشغله عن التهيؤ للاستغلال الأفضل لشهر رمضان. كيف نتخفف من هذه الشواغل والصوارف التي تحرمنا أحيانا من الاستفادة من الشهر من هذا الشهر الكريم وهذا الموسم الفضيل بشكل أكبر وأفضل؟ نعم، بارك الله فيك. على كل حال، ينبغي للإنسان أن يستقبل رمضان كما أشرت أو أمر آخر اللي هو جانب التوبة وجانب التخلي قبل التحلي، بأن يتخلص من كل العادات السيئة، وطبعا لا ينبغي للإنسان أن يقترفها في غير رمضان، ومن باب أولى أن يقترفها في رمضان، لكن ينبغي أن يتوب إلى الله تعالى، والتوبة واجبة في كل لحظة، لكن حتى يهيئ نفسه لهذه العبادة العظيمة ولهذا الموسم العظيم، ينبغي أن يقبل على رمضان بتوبة نصوح، بتوبة يتنحى فيها عن كل السلوكيات التي تتنافى مع هذا الشهر العظيم ومع هذا الضيف العظيم، تتنافى مع استقباله، تتنافى مع التهيؤ له، فيتوب إلى الله تعالى أولا من كل هذه الذنوب، ثم يقبل على الله تعالى بالدعاء أن يبلغه رمضان وأن يوفقه في رمضان، وأن يجعل عمره في هذا الشهر المبارك عمر يزداد فيه حسنات، يتقرب فيه من الله تعالى، يتدرج فيه في المعالي في العبادات، وكذلك يخفف من الأعمال كما أشرت، لأن بعض الناس يبرمج في رمضان بعض الأعمال الدنيوية التي قد يجد لها وقتا آخر، وينبغي أن يبرمج في رمضان العبادات كالعمرة مثلا، كالاعتكاف، أمور المادية يرتبها حتى يستطيع أن يتفرغ للعبادة، حتى يستطيع ذاك الإنسان المشغول ليله ونهاره في أمور الدنيا، مع أننا لا ندعو الناس لأن يتركوا الأسواق أو يتركوا الأعمال التي هي التزامات بالنسبة لهم، هذه عبادة إذا كان الإنسان يحضر النية فيها ويتأدب فيها بآداب الإسلام، يذهب إلى السوق بالآداب، بغض بصر، بحفظ اللسان، لا يغش في معاملاته، يكون وفي في معاملاته إلى آخر ذلك، في وظيفته إذا كان موظفا أيضا يحضر في الوقت، يلتزم به ويؤدي عمله على أنصع مثلا حاله وعلى أجود ما يكون، فلا يكون، لكن الأعمال التي تثقل كاهله حتى لا يستطيع قيام الليل ولا يستطيع التهجد، فينبغي أن يتخفف منها، وهذا من الوسائل المادية المفيدة، أن الإنسان يحضر الجوانب المادية سواء التكاليف أو ما يتعلق أيضا بالأعمال التي ترتبط به والواجبات،
إن استطاع أن يجعل إجازته يكون موظفا في هذا الشهر حتى يتفرغ للعبادة فهذا جيد، بدل من أن يجعلها في موسم آخر يرتاح فيه نفسيا فقط هو لبعض شهواته، مع أن كما أشرت العبادة لا تتنافى مع العمل والجد والمثابرة. نعم. نعم فضيلة الشيخ، لو أردنا أن نقرب المعنى للسادة المشاهدين، مثلا لو أردنا أن نطرح برنامج عملي ليوم من رمضان كنموذج، كنموذج وكمثال، ماذا نقول للسادة المشاهدين؟ على الإنسان أن يعلم أن الله تعالى لا يتقرب إليه بأحب مما فرض، لا يتقرب إليه العبد بأحب إليه مما فرض عليه. أي نعم. فلنبدأ بالفرائض مثلا. نعم. في رمضان بعض الناس يسهر الليالي وينام الأيام، وهذا في الحقيقة سلوك منافي تماما لتعظيم هذا الشهر، فتضيع عليه بعض الأوقات، لا يصليها في الوقت أو لا يصليها في الجماعة أو لا يصل إلى تلك الأوقات، أوقات السحر، ذلك الوقت الفاضل الذي تضاعف فيه الحسنات، ينادي فيه منادي من قبل الله. أولا يبدأ الإنسان بالمحافظة على الفرائض. من هذه الفرائض مثلا على سبيل المثال الصلاة التي لا تسقط بمجيء رمضان بل تضاعف في رمضان، العبادات كلها تضاعف في رمضان، فينبغي الإنسان أن يحافظ عليها بأدائها في وقتها، بطهارتها، بآدابها في الجماعة، حتى ينال بذلك الأجر الكثير وينال بذلك رضا الله تعالى. ثم بعد ذلك يحافظ على هذا الصوم الذي هو مثلا رمضان نفسه ظرف زماني لركن من أركان الإسلام وهو الصوم. الصوم كثير من الناس يدخل فيه أيضا دون أن يتعلمه، فينبغي الإنسان أحكامه، نعم، يتعلم أحكامه وآدابه، يتعلم، ينبغي قبل رمضان، وهذا كان ينبغي أن نشير إليه قبل هذا في الفقرة السابقة، لكن لا مانع أن نشير إليه هنا، أنه يتعلم أحكام الصوم حتى إذا جاءه رمضان أيضا يدرس القرآن ويهتم به، ثم أيضا في يومه هذا يستهله مثلا بالقيام في وقت السحر، فيأتي بالتهجد ما كتب الله له من التهجد، ثم يأتي بأكلة السحور التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن الفرق بين والفصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب من قبلنا أكلة السحور، وبين أن فيها خيرا وأن فيها بركة، ومن بركتها أنها تعين الإنسان أن يستيقظ في هذا الوقت الفاضل، هذا من بركاتها، ثم أيضا تعينه على أداء الواجب وهو إكمال صومه بأن يتقوى عليه بهذه الأكلة التي تعينه على ذلك، ثم يستعد لصلاة الصبح في الجماعة، وبعد أن يصلي الأولى إذا كان ليس لديه ارتباطات أخرى أكيدة وأساسية تتعلق بحقوق الغير أن يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، هذا الأولى، وإذا كان لديه بعض الأمور الأخرى كالتحضير لذهاب للعمل إلى غير ذلك لا مانع من أن، لكن ينبغي أن لا يفوته الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس طيلة الأسابيع، مثلا يكون لديه بعض الأيام حتى ولو كانت أيام راحة عنده يجلس فيها في المسجد حتى لا يفوته هذا الفضل الكثير، حتى يصلي صلاة الإشراق، معناه يصلي ركعتين بعد شروق الشمس بعد أن تطلع الشمس، ثم بعد ذلك لا مانع. اسمح لي فضيلة الشيخ، نستقبل المشاهد ثم نعود لاستكمال هذا البرنامج المقترح ليوم نموذجي في رمضان. الأخت فاطمة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا بدون قطع الأخ قطع الاتصال بالأخت فاطمة. تتحدث فضيلة الشيخ عن هذا النموذج أو هذا اليوم المثالي في رمضان. طبعا هذه مثالي بين مستوجتين، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الشهر يستغل يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره، يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، ضعف الهمم للأسف، وإلا فهنا هذا هو المطلوب، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، كان يصوم، كان في كل وقته جد ومثابرة، مع ذلك الذين يلاحظون سلوكه يلاحظون إذا جاء رمضان يزيد في هذا الجد، وكان يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. ثم الإنسان لا مانع بعد أن تطلع الشمس أن يأخذ راحة يسيرة على أن لا تطول، إذا لم يكن لديه التزامات أخرى كالموظف الذي عليه دوام معين التاسع أو كذا، ينام قبل ذلك على أن لا يضيع عليه وقت الدوام، لأنه من الوفاء بالعهد ومن الوفاء بالعبادة أن تفي بالالتزامات التي عليك للآخرين، ومنها الوظيفة ومنها العمل مواعيد وغير ذلك، فلا ينبغي الإنسان الجد في رمضان لا ينافي أيضا لا ينافي القيام بالالتزامات، يعني العملية والمهنية، العملية والمهنية،
فيمارس الإنسان مهنته والاجتماعي. وعمله بجد واجتهاد وعمل أكثر مما كان يضاعف في ذلك، فينام قليلا ثم يستيقظ ويستعد لعمله، يذهب إلى عمله بآداب، يذهب بالدعاء المعروف، اللهم إني أعوذ بك، أنا بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أضل أو وأزل. أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أشهل أو يشهل علي. هذا الدعاء مبارك نبوي أي نعم. ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه في كل أوقاته، لا سيما في هذا الشهر الفاضل. ثم يقبل على عمله بإتقان وبإخلاص، أنه يتعبد الله تعالى بعمله كما يتعبده بصلاته، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالإنسان في حياته كلها ينبغي أن يكون مخلصا لله تعالى، متعبدا الله تعالى بكل ما يعمله. ثم إذا حان وقت الظهيرة أو قبلها بقليل مثلا يستعد لوقت الصلاة، وأوقات الفرائض ينبغي أن يأتي الإنسان باستعداد يتحضر لها. ولذلك سنة لنا أن نصلي قبل كل صلاة مثلا من هذه الصلوات، أن نتهيأ لها بجنسها، لها بصلاة من ركعات نتهيأ لدخولها، يتطهر ويقبل على منادي الله تعالى الذي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فيؤدي الصلاة في حيث نادى بها في ثم نعم. بعد ذلك اسمح لي إذا فضيلة كان الشيخ، اسمح لي أن أستقبل المشاهد. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي السلام أختي عليكم الكريمة. ورحمة الله. وعليكم السلام. أنا صنتورك، تفضلي. حياكم يا جزاك خير. مرحبا، حياك الله، مرحبا. حياكم يا جزاك خير. الحمد لله، مرحبا بك وسهلا، تفضلي. أنا عندي سؤال، كان يوم شعبان كان خلص يوم شعبان اللي هو يوم 15، يوم 15 من شعبان. يا والله لا تسمع صالح الدعاء الشيخ، بارك صح. الله فيك، بارك الله فيك. في متصل آخر، أنا عبد الشيخ، نكمل. إذن يستعد لهذه الصلاة، يعني يأتي إلى المسجد في وقت مبكر، يتطهر ويذهب إلى المسجد، يتلو ما تيسر له من كتاب الله تعالى، ثم يصلي أيضا الصلاة الركعتين أو 4 ركعات قبل الظهر كلها، ثم يحضر الصلاة بخشوع، بتأمل لما يقرأ، بتدبر لما يذكره من الأذكار في هذه الصلاة بحضور قلب، لأن الصلاة لها صورة ولها حقيقة وروح، وروحها الخشوع فيها، كثير من الناس يدخل فيها ويخرج منها دون أن يستفيد منها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد الظهر فيمكن أيضا أن تكون له أيضا استراحة قليلة إن لم يكن لديه عمل في ذلك الوقت، معناها دوام، ليس لديه دوام في ذلك الوقت، يستريح قليلا حتى يستعين بذلك على قيام الليل وعلى إعمار أيضا وقته في الليل. ثم بعد ذلك يقرأ كتاب الله تعالى، وفي كل هذه الأوقات إذا كان لديه ما يحفظه من القرآن يراجعه حفظا، وإذا لم يكن لديه يخصص أوقاتا من حين لآخر مثلا 30 دقيقة، إذا كان لديه عمل وقد انتهى منه ومصحفه عنده في مكتبه أو في حانوته، لديه فرصة المصحف عنده والسجادة ملازمان له في هذه الفترة أينما حل، مصحف عنده والسجادة، والآن أصبحت الوسائل أيضا الحديثة تعين في هذا، ممكن يعود مصحف عنده في الهاتف، تلفون أو نعم الهاتف ولا غيره، حتى نعم في الجهاز، ممكن يعود يأخذ 30 دقيقة، ربع ساعة، ما بين ربع ساعة إلى 30 دقيقة أيضا في تلاوة القرآن. وهذا يأخذنا إلى موضوع القرآن، أننا ينبغي أن الإنسان ينبغي أن يكون له برنامج في رمضان مع القرآن، عدد معين من الختمات إن استطاع حسب وقته وحسب أيضا جهده ومستواه، يكون لديه مثلا على الأقل 10 ختمات في هذا الشهر، من يختم القرآن 10 مرات، ومن السلف من كان يختم القرآن كل ليلة كما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فيختم القرآن على الأقل 10 مرات في هذا الشهر، يراجع ما حفظ منه، يتدرج في حفظه، إن كان لم يحفظه يحفظ منه جديدا، يتعاهد القرآن تدبرا وتلاوة وتفسيرا. وثم إذا كان لديه أيضا وقت للذهاب إلى الدروس التي تقام في المساجد وتقام حتى
إذاعة، يستفيد من هذه الدروس في هذا الوقت ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر، وبعد العصر أيضا يتهيأ للفطر، ثم يكون لديه برنامج آخر للقرآن. يعني ينبغي أن يتخلل القرآن كل أوقاته، بعد صلاة الصبح يجلس يذكر الله تعالى ويتلو القرآن قبل أن يطلع إلى عمله ويذهب إلى عمله، ينبغي أن يكون له أيضا عهد بالقرآن، فكلما تغير حاله من حال إلى حال يرجع إلى القرآن لأن فيه الهدى، وهذا شهره وهذا شهر القرآن. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. بالنسبة لمن لم يحفظ القرآن، من لا يحفظ القرآن عفوا، كيف يمكنه أن يحافظ على قراءة القرآن؟ هل يقرأه من المصحف؟ وهل يشمل ذلك من لم يصحح ما لم يصحح من القرآن؟ ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقرأ شيئا من القرآن، خاصة أولئك الذين لم يحالفهم الحظ، لم يقرأوا القرآن في السابق، ينبغي له أن يصححه على من يحفظ، لأن في المصحف يكتب فيه ما لا يقرأ ويقرأ أيضا ما لا يكتب، فينبغي أن يصححه على غيره. ثم أيضا يمكن أن يراجع ما يحفظه منه وما سبق له أن مر عليه، فذاك الذي صححه من قبل وذاك أحسن وأولى من يقع في أخطاء في القرآن. نعم، في حديثكم عن يوميات رمضان أو يوميات الصائم، وما ينبغي إلى الآن اليوم الأول، هو اليوم الأول اليوم. نعم، ذكرتم بعض السنن التي ينبغي الحرص عليها، مثل التبكير في إلى المسجد، مثل الإفطار المبكر والسحور المتأخر وغيرها من السنن التي بعض الناس يعني لا يحرص عليها. يعني للأسف أن أحيانا ليل رمضان أصبح هو يوم رمضان، انعكست القاعدة، وهذا أدى إلى بعض العادات السلبية التي تنتشر في رمضان، مثل كثرة النوم وغيرها. كيف نتحدث للسادة المشاهدين عن مثل هذه الجوانب السلبية التي دخلت على الناس في رمضان وتكاد تفسد هذا الموسم وتحوله إلى معنى آخر؟ اسمح لي أن نستقبل مشاهدا قبل إجابتكم على السؤال. معنا مشاهد. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم أخي الكريم. انقطع الاتصال. نعم، تفضل فضيلة الشيخ. طيب، بالنسبة لهذه السلبيات مدارها أساسا على البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه النوم مبكرا والاستيقاظ أيضا، وأنه لا يجعل ليله كله للنوم ولا يجعله كله للقيام، فكان ينام منه ويقوم فيه أيضا. يعني كثير من الناس يسهر الليل كله ثم يصبح وقد اكتمل مثلا تعبه وإرهاقه ونعاسه، لا يستطيع أن ينجز في اليوم. بعد أن ينتهي الإنسان من برنامج اليوم يبدأ ببرنامج الفطور، ينبغي أن يتخفف في الطعام، معناها لا يكسر الأكل في الطعام، لأن من حكم الصوم أو من الأشياء التي شرع لها الصوم أنه كسر الشهوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يكسر الشهوة. وهذه المسألة انقلبت عند كثير من الناس، بحيث يجعلون رمضان شهر الموائد، شهر الأكل موسما للتنافس في الموائد، يخفف من الأكل والشرب ولا يثقل معدته بذلك حتى يستطيع. لا نقول أنه لا يتقوى على العبادة، يتقوى عليها بالطعام، ولكن ينبغي أن لا يكسر فيه ولا يملأ هذا البطن من حيث لا يثقله عن. نعم، معنا الأخ ده. السلام عليكم ده من نواكشوط. احنا نقول بقي عن ما عن حكمه، جيت الزوج كان انه واجب عليه المراه اذا المريضه يصححها، يعطي يهيشها، جيت لا فرض عليه انه فرض عليه يداويها، كان انه واجب عليه يداويها، كان الشرع عاطيني واجب يداويها. اخي اسمح لي، ما سمعت السؤال، عيد علو شوي. قلت لك ان الزوج كان واجب عليه جوز سنه يداويها، كان الشرع هل يجب عليه واجب عليه انه يداويها؟ من ترى كان واجب عليه، كان واجب عليه، كان الشرع عطته انه واجب عليه. بارك الله فيك. اذا مرضت السؤال واضح. بارك الله فيك. عندك سؤال اخر؟ بارك الله فيك.
نعم فضيلة الشيخ، ماذا عن نعم هذه السلبيات؟ نعم. انه الناس تكثر من الاكل حتى يكثر النوم، لديها مثلا داعي النوم لديها والدعاوى والاستراحه. فينبغي الانسان ايضا هنا ان يستعد بعد الفطر، مثلا بعد تناول وجبه الفطر، ان يستعد لصلاه القيام، صلاه التراويح في المساجد، وهذه من السنن الثابته عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، اسمح لي استقبل المشاهد. نعم، احمد من قرو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال الشيخ؟ احييك واحيي الشيخ. بارك الله فيك، تفضل. نحن نشاهد الناس اليوم في الاسواق يجهزون لرمضان، يكرون البضائع، يكرون الات الصوم، وهم لا يجهزون انفسهم لقيام الليل، ولا يجهزون انفسهم للاسياف، مثلا شراء الات المواد الغذائيه ونحوها. ونطلب من الشيخ ما هو رأيه في الدعاة، وهل يجوز الخروج معهم؟ دعاة الخروج مثلا. نعم، السؤال واضح. نعم، نواصل فضيلة الشيخ. طيب، فيستعد لصلاة التراويح في المسجد، وهي من السنن التي شرعت لنا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى للناس ليلة فاجتمعوا أكثر، ثم في الليلة الموالية صلى بهم، في الليلة الثالثة انتظروه حتى حان وقت الصبح، فقال رأيت ما صنعتم فخشيت أن يفرض عليكم فلا تستطيعون. فكان من دواعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه التراويح في زمنه أنها خشت أن تفرض على الناس فلا يستطيعون. ففي خلافة عمر رضي الله عنه مر على المسجد فإذا به الناس يصلون أوزاعا، الرجل يصلي فيصلي بصلاته الرجل أو الرجلين وهكذا، فقال لو جمعت الناس على إمام واحد لكان أحسن، فجمعهم على إمام واحد، ثم مر في الليلة الأخرى بعد ذلك وهم يصلون ويستمعون لقراءة إمامهم ويصلون بصلاته، فقال نعمتي البدعة هذه والتي ينامون عنها أحب إلي، يعني صلاة التهجد. فيحافظ الإنسان على صلاة التراويح في المساجد، وكثير من الناس أيضا لديهم قضية فضلية الصلاة في المسجد، وهذا لا يتنافى مع فضل الصلاة في البيت، صلاة النافلة في البيت، ولفضلها في البيت خاصة ممن يحفظون القرآن أن لا يصلي الإنسان بغيره. إذا أردت أن تنفرد بها في البيت لا ينبغي أن تجعل جماعة أخرى في البيت، أنت تريد أن تصليها في البيت لأن أبعد عن الرياء وأبعد، وأن النوافل الأصل أن تكون في البيت، لا ينبغي أن تصلي بغيره، لأن الجماعة مكانها المسجد حيث ينادى على الصلاة. ثم كذلك أن يكون لديه من النشاط لها خارج المسجد أكثر، نشاطه خارج المسجد لها وبمفرده لها من هو في المسجد، وهذا في الغالب كثيرا ما لا يقع، العكس. ثم أيضا يكون في المسجد من يقوم بهذه الشعيرة وهذه العبادة، فيحرص الإنسان على أن يصليها مع الإمام أو يصلي ما استطاع معه، والأحسن أن يصلي حتى ينصرف الإمام، فينصرف معه، ثم إذا أراد أن يؤخر الوتر حتى يصلي ما استطاع هو في بيته سواء في آخر الليل أو في وسطه حيث يستيقظ، فيصلي بعد ذلك، ويحرص على أن ينام مبكرا، وهذا من برنامج الأساسي لرمضان، ينام مبكر، والليل في هذه الفترة قصير والنهار طويل، ينبغي الإنسان أن ينام مبكرا، مثلا لا ينبغي أن يتجاوز 12 وهو مستيقظ. من تجاوز 12 وهو مستيقظ لا يستطيع أن يقوم من آخر الليل، وآخر الليل أفضل من أوله مع فضل قيام الليل كله. أحيانا الصائم يعتقدون أن الساعة 12 أو منتصف الليل هو يعني بداية الاستيقاظ، هو ذروة استيقاظ. لا ينبغي، هاي من العادات السيئة، ويتداخل فيها دور المرأة والمحضرين للطعام مثلاً والأسرة بشكل عام والضيوف، يتداخل دورهم كامل، ينبغي أن يكونوا عونا للجميع، الضيوف والناس الذين يسكنون مع أهل البيوت من غير البيت، أهل البيت يفطرون معهم أو يسكنون معهم، وحتى الذين يخدمون وأهل البيت أيضا ينبغي أن يتعاونوا جميعا على برنامج رمضان. يجلس الإنسان مع أهله، كيف نستقبل رمضان، كيف نضع لرمضان برنامج فيه وقت الاستيقاظ محدد، وقت النوم محدد، نحترم هذا الوقت، فلا يضيع علينا الوقت وينفلت دون ما استغلال. فينام الساعة 12 ليلا ثم يستيقظون على الأقل في الساعة 4، على الأقل أقل تقدير، لأن الصبح الآن مثلا يصبح الآن 5 ودقيقة أو دقيقتين، وربما يسرع عن ذلك. فينبغي للإنسان أن ينام
بعض الليل ثم ينام، ثم يستيقظ ويقوم الليل ثم ينام بعد ذلك، أو يتسحر ويتهيأ لصلاة نعم. الفجر. نعم. طيب شيخ، سنبدأ في الإجابة على أسئلة المشاهدين، ثم نعود إن شاء الله إذا ما طيب بقي تمام. بعض الوقت لموضوعنا. الأخت سألت عن من لم يصم، يعني هل يقضى يوم شعبان؟ لعلها تقصد يوم 15 شعبان، هل يقضى يعني فيه من لم الدين؟ يصمه مثلا هل يقضيه؟ لعلها تسأل عن القضاء به، قضاء الدين به. أيوة زين، أو ذاك معقول، الله أيوة أعلم. على كل ذاك حال، معقول، إذا كان على الاحتمال الأول يقضى، لا يقضى، لأنه ليس لأنه ليس فريضة واجبا. وليس واجبا. قضية تخصيص 15 من شعبان في بعض الأحاديث لا تصل إلى درجة الاحتجاج بها، منها ليست ضعيفة. قوية، لكن يرغب في صيام شعبان كله، شعبان كامل مرغب في صيامه ويندب صيامه، من استطاع أن يصوم منه أكثر فهذا. بالنسبة للقضاء والاحتمال به، الآخر القضاء به يجوز، فممكن الإنسان أن يصوم عرفة وينوي به القضاء وينوي به ذلك، كما نص على ذلك بعض الفقهاء. نعم. الأخ ده سول عن مدركان، هل يجب على أو غيره من المشاهدين سأل هل يجب على الزوج أن يداوي زوجته؟ يعني دواء الزوج هل واجب؟ أيوه. المشهور عند المالكية، على الأقل ما أطلع عليه من فقه المالكية، أنه لا يجب عليه الدواء، يجب عليه الغذاء، ومثلا اللي هو النفقة والسكن والكسوة. الدواء ما لا يتعلق منه بالحمل والولادة لا يجب عليه، معناها الدواء الآخر لا يجب عليه. لكن على الأقل من الناحية الأخلاقية الأخلاقية، ومن الناحية أيضا الاجتماعية حتى والنفسية، إيه حتى من الناحية العرضية وكل هذا الأخلاقية، فهذا والمقصد، أيوه مقاصد الشريعة حتى. من مقاصدها لا ينبغي أبدا أن يقصر فيه. وهذا الجانب من المعاملات، الفقهاء ينصون على أنه من المعروفة باب قائمة على المعروف، مكرم، المعاملات مبنية على المكارمة وليست مبنية على التشحي، هذا واجب علي أن أعدله لكن إذا بالنص. ذهبت للقاضي لتقاضيه بنفقتها لا يحكم لها بموضوع موضوع المرض وهذا نعم. العلاج. نعم. في مشاهد آخر يسأل عن، هو يبدو لديه ملاحظة ويتعلق بالتجار والذين تهيئة الناس لرمضان، نعم، الذين يشهدون أنفسهم في تحصيل البضائع وفي بيعها ولا يشهدونها، ويفوت عليهم في ذلك بعض القيام كالتراويح وغيره. سؤال الأخ على لعله على توجيه، أية حال ملاحظة في هي محل. ملاحظة وتوجيه، وهو في محله حسب ما فهمت منه، أنه يعني أن الناس الآن تقبل على رمضان بشراء البضائع وشراء سواء بغرض التجارة أو بغرض التهيئة للمأكولات في هذا الشهر والتنافس فيها، وأنواع مثلا الوجبات التي تطرح في هذا والموائد الشهر وتعد، والموائد في ليالي رمضان، فتكون ليالي أكل وشرب. هذا نبهت عليه أنه لا ينبغي، ليس موسما للأكل والشرب والتمتع فقط فحسب، وإنما هو موسم للعبادة، مع أن الإنسان يأخذ من هذه ما أباح الله له وما ما يستطيع به أن يعينه على ما يعينه على طاعة الله تعالى، نعم، تقوى به على الطاعة. الأخ سأل أيضا عن رأيكم في الخروج مع الدعاة، إذا كان يقصد يقصد خروج جماعة الدعوة والتبليغ والخروج نعم. معهم، هذه جماعة من الجماعات العاملة للإسلام تدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ونفع الله تعالى بها هذه الأمة، وأحيا الله تعالى بها كثيرا من السنن، وفضلها كبير، وأجر الله على يديها خير كثير، خير كثير جرى على يدي هذه الجماعة من إرشاد الضال وتعليم الجاهل، وحتى أخذ الناس من أماكن الغفلة إلى أماكن العبادة إلى المساجد إلى غير ذلك. فالتعاون معهم هو من باب التعاون على البر والتقوى، من باب التعاون على البر والتقوى. الخروج إنما هو وسيلة، وسيلة لهذه الدعوة، اتخذوها من وسائلهم، والوسائل كأن إذا كانت مستخدمة في طاعة الله تكون من الطاعة، وإذا كانت مستخدمة في معصية الوسائل نسأل الله السلامة والعافية تكون معصية. فالإنسان قد يلبس ثوبه ويأخذ سلاحه ليجاهد في سبيل الله تعالى، فتكون سلاحه في سبيل الله، وقد يستخدمه في معصية في قتل الناس بغير حق شرعي فيكون معصية. نعم. وهذا الوقت الذي يمضيه في الخروج هو نوع من الدعوة والاعتكاف وإرشاد الناس الخير. لعل الأخ يشير، وبعض الناس دائما يطرح هذا، أنه في هذا تحديد لا يوجد دليل عليه، ثم أنه أحيانا تضيع فيه بعض الحقوق، غيرها من الملاحظات التي أحيانا تطرح في موضوع الخروج، لعل هذا هو الذي يشير إليه أو يسأل عنه. هو هذا العمل اجتهاد، اجتهاد بشري،
وأهله اجتهدوا على نصرة شرع الله تعالى. لا بد أن تكون فيه بعض الملاحظات، لكن إذا نظرنا إلى الجوانب الإيجابية نجد أنها أكثر بكثير، مع أننا لا نتفق مع هذا الطرح أنه قضية هذه الوسائل التي أنها تكون وتحديد زمني، حتى الإنسان يمكن أن يحدد لنفسه فترة حتى في مثلا في حياتي العادية، في حياتي العادية وفي غيرها من العبادات، يحدد لنفسه وردا معينا من القرآن أو من الصلاة ويلزم نفسه بها من باب الوقوف مع النفس وإلزامها ببرنامج معين، وليس في هذا وليس فيها حرج شرعي، لا أرى فيه ضررا والله تعالى أعلم. لست مفتيا بذلك المفهوم، كل من جلس في هذه المجلس يظنون أنه سيفتي في كل شيء، وعموما علمي في هذا الموضوع أنها جماعة تدعو إلى الله تعالى، وأن التعاون معها من باب التعاون على البر والتقوى. جزاك الله خيرا بارك فيكم فضيلة الشيخ. نكمل بعض جوانب الموضوع ما بقي معنا من الوقت. صفات الصائم والأخلاق التي ينبغي أن يتسم بها خلال هذا الشهر الكريم ويحافظ عليها لحفظ صيامه وعبادته. بارك الله فيك. هذه الصفات ينبغي أولا أن ننطلق فيها من النصوص الشرعية في هذا المجال. القرآن الكريم يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ينبغي للصائم أن يعلم أن الصوم إنما شرع للتقوى، وهي امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فالصائم ينبغي أن يكون ممتثلا لأمر الله مجتنبا لنهيه، لا ينبغي أن يقع في المحرمات، لا ينبغي أن يقصر في الواجبات. هذا جانب. جانب آخر أنه إذا كان يوم صوم أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرفث ولا يسخر، وإن سابه أحد فليقل إني صائم. أنا إني صائم، لا يرد على الشتائم بالشتائم، لا يرد على السب بالسب، بل يعفو ويصفح ويصفح ويغفر، ويكون سمح الأخلاق، ويكون بعيدا عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى مخالفة الشرع، سواء تعلق الأمر باللسان أو العين أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس معنى ذلك أن الله تعالى له حاجة في عبادتنا مهما كانت، لكن أن عبادته هذه لا تغني عنه شيئا من الله، لا تفيد، كأنه لم يصم. في بعض الروايات حتى أنه رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ما من الصوم يكون الجوع والعطش، صلى الله العافية. ومن لم يدع قول الزور، القول اللي هو كل ما يتعلق باللسان من محرمات، سواء كان كذبا وهو الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع، أو كان غيبة ذكرك أخاك بما يكره، أو كان نميمة هو نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، أو كان شتيمة ولمزا وهمزا وغير ذلك من المحرمات المتعلقة باللسان، أوصلها بعضهم إلى حدود 70 نهي شرعي يتعلق باللسان، أو كان الأمر يتعلق بإحدى الجوارح الأخرى، مثلا الواجب عليه أن يغض بصره عن الحرام، أن يحفظ سمعه عن ما حرم الله، لا يستمع في هذا الشهر وهو صائم. إلى فالصائم ينبغي أن يكون له خلق معين، إني صائم، معناه أنه مستقيم على الشرع ولا يرد أبدا على السيئة بالسيئة، وإنما يرد عليها بالحسنة. وأيضا كان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الإنفاق، كثرة الإنفاق وكثرة البذل وتعاهد القرآن. كان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، لكن كان أجود ما يكون في رمضان، أجود ما يكون في رمضان. فإذا جاء رمضان كان كأنه أجود من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. هذه كأنها هي السرعة اللي موجودة، خلينا نقول بذاك الزمن الريح سرعة أحيانا تقدر بمئات الكيلوات في الساعة الواحدة. هذا مثال لتقريب الحسيات المعنويات إلى السامع والقارئ بأمور أمثلة معنوية. فينبغي الإنسان في هذا الشهر أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من إنفاق وتلاوة للقرآن وكثرة الإكثار من العبادة، كثرة العبادة، أن يكثر من العبادة. أعني على ذلك بكثرة السجود، قال: ادعو الله أن يجعلني أوفقك في الجنة. قال: أعني على ذلك بكثرة السجود، أن يكون مثلا يتنافس مع أولئك الذين يكتب لهم الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة أو بألف صلاة أو إلى آخره في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، تضاعف لهم، يعود يتنافس معهم، يدرك أنه يتنافس مع أيضا حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصل بإذن الله تعالى إلى الخير ويحذر ويكف عن كل شر. أنا خلينا نقول بالحسانية، لا
كفة السيئات يكفيها عنه، ويحاول كفة الحسنات اللي قد يدير فيها من الشيكام اللي عارفه انه مضاعف 700 ضعف الى اضعاف كثيرة لا يعلمها الا الله. الصيام نفسه ايضا دربة على الصبر، تدريب على الصبر، يعني اللي ما كان صبار ما كان يصبر، وتدريب على الصبر، فيصبر الانسان عن المعاصي، يصبر عن كل شيء. فهنا انت تصبر عن شهواتك، تراعي في هذا زريق بارد، وانت تراعي فيه غير اللي يمنعك شنو؟ رقابة الله. فهذا يقوي ايضا جانب شعور الانسان برقابة الله تعالى عليه، يدخل على الماء البارد وليس معه احد، فلا يشربه رقابة لله تعالى. ينبغي ان يعلم ان هذه الصفة ينبغي ان يتدرب عليها في رمضان وينقلها الى خارج رمضان. يدرب نفسه على مثلا القيام الساعات العديدة في رمضان، يتلو آية الله تعالى، يكررها، يرددها، يتدبر معناها، ينتفع بما فيها من المواعظ، ما فيها من القصص والعبر، ما فيها من أحكام، ما فيها من وعد الوعيد، من المغيبات، يعيش مع القرآن في ظلال القرآن وفي رحاب القرآن، يعيش مع القرآن في هذا الشهر. وينبغي أن يتخلل جميع أوقاته تعاهد للقرآن. فضيلة الشيخ عبد الله بن الصبار إمام جامع التقوى، شكرا لك معنا مشاركة بهذه الحلقة وعلى هذه الإجابات على أسئلة السادة المشاهدين الكرام. باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ وأقول إليكم تحيات فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.